بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الصديق اشتهر بقوة التصديق وقوة الإيمان. عمر فرق الله به بين الحق والباطل. عثمان بالحياء. علي بن أبي طالب معروف بالبسالة والشجاعة. عكاشة بن محصن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طلحة بن عبيد الله قضى نحبه، يعني أدى ما عليه. خالد بن الوليد سيف الله المسلول. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود عشان صوته جميل في القرآن. أبو هريرة حافظ السنة وناقلها، روى 5374 حديث وما صاحب الرسول إلا 4 سنوات. حنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة بعد موته. لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ صاحب سر رسول الله حذيفة بن اليمان، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكل واحد من الصحابة له ميزة، حتى اللي غير معروفين منهم يكفيهم شرف أنه شاف الرسول عليه الصلاة والسلام قدامه. حتى الواحد فيهم لو ضعفت عبادته أو ضعف شوية، ثاني يوم يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، يشوفه يتكلم يسمع الحديث منه، ترجع عبادته، يرجع إيمانه، ترجع معنوياته. لكن في سؤال مهم يا جماعة، إيش الميزة اللي إحنا نتميز بيها؟ إحنا إيش أجرنا؟ إيش لنا؟ هم يكفيهم شافوا الرسول، إحنا آمنا به من غير ما نشوفه، فإيش ميزتنا؟ أبشركم يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نسينا، حتى إحنا لنا ميزة ولنا فضل وأجر عظيم إن شاء الله إذا استقمنا على كتاب الله وسنته. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا في أحاديث كثير، ذكرنا إحنا إيه وفي أيامنا هذه، وأعطانا ميزة. هتقول لكم بس حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني لقيت إخواني، أتمنى أني أشوف أخواني. فالصحابة سألوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ إحنا مو أخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. الله أكبر يا جماعة، عشان آمنا من غير ما نشوفه صرنا أخوانه. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر. يقول للصحابة إنه بعدكم حتيجي أيام اسمها أيام الصبر، اللي هي أيامنا دي، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. عارفين إيش معنى الكلام ده؟ يعني اللي يتمسك بدينه في أيامنا هذه أيام الصبر أجره بأجر 50 صحابي. حتى الصحابة استغربوا، 50 صحابي؟ فإيش قالوا؟ قالوا: بل منهم يا رسول الله، يمكن تقصد 50 واحد منهم. قال: بل منكم. يعني بإذن الله ميزتنا إنه عملنا يوازي عمل 50 صحابي إن شاء الله. لكن سؤال يا جماعة، كيف اشتياقك للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت مشتاق له زي ما هو مشتاق لك؟ هو مشتاق لك وقال: نفسي أشوف أخواني اللي آمنوا بي ولم يروني. إذا كنا فعلا مشتاقين زي ما بنقول بلساننا، نتمسك بديننا في أيام الصبر هذه، وإن شاء الله مأجورين بأجر 50 صحابي، الله لا يحرمنا فضل.